لهم العبادة من دون الله ومن ذلك الدعاء. ثم تطور الأمر إلى ما هو أعظم، لقد تحولت هذه القبور إلى أوتاد تنحر عندها القرابين وتهدى إليها النذور ويطاف بها كما يطاف بالبيت المعظم الحرام. ثم تطور الأمر إلى ما هو أخطر، لقد اتخذت هذه المزارات عيدا يعاد. أما ما يحدث في تلك الأعياد فحدث عن المنكر ولا حرج.